بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن شاء الله في حلقة اليوم سأتحدث عن التعامل مع الملفات النصية في بايثون. سأتعرض إلى 3 أجزاء: الجزء الأول وهو كتابة ملف نصي، الجزء الثاني وهو إضافة بيانات لملف نصي موجود مسبقا، الجزء الثالث سأتحدث عن قراءة الملف النص. بالنسبة لكتابة الملف النص، عندي هنا المجلد الحالي اسمه بايثون بروجكت، وهو المجلد المفتوح حاليا لدي في محرر الأكواد بايثون. هكتب الكود اللي من خلاله هفتح ملف نص. أولا ببدأ بعمل متغير، مثلا المتغير ده هيكون اسمه مثلا فايل يساوي، واستخدم الكلمة المحجوزة open، واضغط مفتاح الادخال انتر، واكتب بين كوتيشن مارك، اخد كوتيشن مارك واكتب اسم الملف، اكتب مثلا هنا اسم الملف التست دوت تكست، بعدها باخد كوما وبكتب في المتغير الثاني، باخد هنا كوتيشن مارك وبكتب هنا في المتغير الثاني w. w معناها رايت، اكتب لي البيانات، معناها اكتب البيانات داخل الملف النصي test.txt. احب اكتب مثلا الصف الاول، بكتب اسم المتغير file dot وباخد الفانكشن الاولانية write، يعني اكتب، واكتب هنا اخد علامات تنصيص واكتب مثلا العبارة المشهورة مثلا hello world، مرحبا بالعالم، واخد سطر من خلال slash in، slash in بترمز لي نيو لاين، سطر جديد، واكتب في السطر الثاني مثلا فايل دوت رايت، واكتب السطر الثاني مثلا this is the second line، ده السطر الثاني. اخد كمان سطر جديد سلاش ان، معناه خد لي سطر جديد. ممكن طبعا هنا لو حبيت تحط مثلا فول ستوب حط فول ستوب، وحط وضع اي رمز كما تريد، واكتب السطر الثالث file dot write quotation mark this is the third line، ده السطر الثالث. نضغط run ونشوف الناتج، كليك على run، نفتح هنا الملف النصي، نجده ان هنا عمل ملف اسمه تيست داخل الفولدر الحالي اللي هو بايثون بروجكت. افتح ونرى الناتج، اجد هنا كتب لي هالو وورلد، في السطر اللي بعده this is the second line وخد فول ستوب، this is the third line وهذا هو السطر الثالث. ده كان بالنسبة لفتح ملف نصي والكتابة بداخله. نأتي الى جزء اخر، ماذا لو انا عندي مثلا ملف موجود مسبقا، يعني مثلا انا عندي ملف تيست ده موجود مسبقا، يبقى احنا كده هنتكلم في الجزء الثاني، اضافة بيانات الى ملف نصي موجود مسبقا. انا عندي ملف هنا موجود داخل فولدر، موجود بداخله 3 اسطر، انا عايز اضيف السطر الرابع والخامس تحت منهم، بحيث انني لا امسح هذه البيانات المسبق كتابته او السابق كتابته. ماذا افعل؟ بفتح هنا متغير وليكن مثلا اسمه فايل يساوي، واستخدم ايضا الكلمة المحجوزة open، واكتب هنا بين كوتيشن مارك اسم الملف الحالي، اسم الملف اللي انا عايز افتحه اسمه test، بكتب test dot text لان الملف موجود، فهيستخدم الاوتو كومبليت ويكمل ليا اسم الملف. باخد هنا في المعامل الثاني بس بعد اخد كوما واخد كوتيشن مارك واكتب هنا المعامل الثاني اللي هو ايه، ايه هنا بترمز لابند، ان انا هعمل الغرض من فتح هذا الملف ان انا هعمل ابندنج داتا، يعني هضم بيانات للبيانات الموجوده داخل محتوى هذا الملف. باخد هنا المتغير فايل دوت رايت اكتب، واكتب مثلا السطر الاول، لو حبيت اكتب السطر الاول هنا هيعمل لي حاجة، لو ضفت مثلا أي كلمة هيضيفها لي على آخر سطر. لكي أتجنب هذه المشكلة أو سأريكم هذه المشكلة، يعني مثلا هكتب هنا
مثلا this is the fourth line، ده السطر الرابع. نضغط run ونرى الناتج. نفتح ملف تيست، نجد انه هنا حصل التحام ما بين السطر الثالث والسطر الجديد، عمل appending مباشرة ووضع البيانات خلف البيانات السابقة، لكن هنا لم يحدد لي سطر جديد. إذا ما الحل؟ أنا أريد أن أفصل ما بين هذا السطر والسطر الذي يليه. طبعا بكتب هنا سلاش إن، بكتب هنا file dot write بين quotation mark، أخذ هنا سلاش إن يعني new line. نفتح كليك ران، هنا باخد file dot write سلاش إن، أضغط ران، نفذ، نفتح، نجد هنا أنه أخذ لي السطر الرابع بعد السطر الثالث. لو حبيت أخذ كمان سطر فارغ، أخذ هنا فايل وهذا السطر سلاش إن وكرره كمان مرة وممكن كمان مرة. طيب أمسح البيانات من هنا، أمسح السطر الرابع، أمسحه ونحفظ الملف، سيف، ننفذ تاني، نجده أخذ لي ثلاث أسطر فارغة. طيب ممكن بدل ما أكرر فايل سلاش إن ثلاث مرات، ممكن أستخدمهم هنا مع الأمر هنا سلاش إن ومسافة سلاش إن مسافة سلاش إن. نضغط ران ونرى النتيجة. شوف أخذ لي الأسطر هنا الفارغة ثلاث مرة. نمسح تاني ونشوف، امسح، احفظ، وننفذ تاني، نرى النتيجة، أخذ هنا ثلاث أسطر فارغة. المعامل سلاش إن سلاش إن سلاش إن ده من الريزيرفد ووردز، وأيضا من الكلمات المحجوزة اللي بتاخد عندي نيو لاين. ده كان بالنسبة لي عملية appending data، إضافة بيانات. أما لو حبينا نقرأ هذه البيانات، الموضوع سهل جدا. يعني مثلا أنا عندي هذا الملف، سبق أن أنا عملت له creating قبل كده وعملته عن طريق أي برنامج مهما كان هذا البرنامج. عايز أقرأ البيانات اللي بداخله، مثلا عايز أقرأ الملف، فبكتب مثلا file يساوي open يفتح، وناخد كوتيشن مارك ونكتب اسم الملف هنا تيست دوت تكست، ونروح هنا ناخد كوما وناخد المعامل الثاني بين كوتيشن مارك. طبعا انا هنا هقرا ملف، يبقى اضع المعامل ريد. في السطر اللي بعده هستخدم المتغير فايل دوت، ومش هعمل هنا رايتنج، لا ده انا هعمل هنا ريد اللي هو المعامل الثاني هنا ريد. طيب هقرا الملف، لازم اخد البيانات اللي انا هقراها داخل متغير تاني، فبفتح هنا مثلا متغير داتا يساوي فايل. عايز اظهر هذه البيانات التي التقطتها من داخل او من داخل محتوى التست، اراها في نافذة الاوتبوت الخاصة ببايثون شارم اديتور. فبستخدم العبارة print اطبع داتا، اطبع لي البيانات. نضغط run ونرى النتيجة. هنا أرى محتوى الملف النصي، كتب لي هالو وورلد، وكتب هنا المحتوى والأسطر الفارغة أيضا كتبها. لو فتحت الملف النصي وحبيت أقارن الموجود هنا، الموجود هنا داخل الملف النصي هو نفسه الموجود في نافذة الأوت بوت. ده كان بالنسبة للجزء الثالث وهو قراءة ملف نصي. يبقى بستخدم هنا فايل يساوي open test dot text اللي هو اسم الملف، وأستخدم معاه في المعامل الثاني البارامتر الثانية، بستخدم هنا R. R هنا ترمز لـ read. هفتح الملف بغرض القراءة. بعد كده بكتب اسم المعامل file.read، هيقرأ الملف ليا سطر سطر، ووضع المحتوى بداخل المتغير الجديد data، وهنا بستخدم print data. ماذا لو حبيت ان انا احذف هنا المتغير الوسيط data واطبع مباشرة؟ هل ممكن؟ يعني مثلا باجي على file دوت ريد دي واضع هنا بين برنت، بين البراكتس الخاصه بالبرنت، ونرى النتيجه.
هنقفل المحتوى ده، كليك ران ونرى النتيجة. أدى نفس الوظيفة، يعني ممكن أننا أختزل هذه في سطرين فقط، السطر الأول بيفتح الملف بغرض الريدنج، وفي السطر الثاني print file dot read يعني اطبع لي الملف اقرأه، ثم هات البيانات اللي بداخله الكونتينت اللي بداخله واطبع هنا في نافذة الاوتبوت. ده كان بالنسبة للتعامل مع الملفات النصية من حيث كتابتها وإضافة بيانات على ملف نصي موجود مسبقا وقراءة ملف نصي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.